هذا ديربي كما شفتوا كان صعب كثير. مشينا كما المباراه الاولى كانت يعني كان فرق كبير في الشوط الاول والثاني، من بعد رجعوا لانه اللاعبين تاعنا حبوا يمشيوا المباراه كما حبوا هما، ولكن كره السله مش كما القدم ولا كره اليد اللي يعني نلعبوا على الوقت وما فيش وقت، هي كرة السلة لعبة السرعة والتواني، عليها يعني الفريق الخصم رجع وكانت المباراة يعني جميلة الحمد لله، يعني الفوز وهذا كان فوز مستحق. هذا انتصار ديال كأس العرش اللي كان نمشيو للفينال ان شاء الله، هذا كان هديوه لجميع الجمهور وجميع الطنجاوة اللي كيتيقوا بهذه الفرقة هذه، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.